جينا لكم عالي بفكار ومعاني ندخل بها ثاني من دون أي أسرار وبين القصص بنعيش عقال ودراويش ما يهمنا التشويش بانس قلب الأفكار للي عارف لي صار معاكم دور أصحاب للي عارف لي صار معاكم دور أصحاب تعال نعكس دي الصورة نلعب ونجيبها فورة ونخلي الضحكة محفورة هذا شوية فن واستوى سيب الجوال والشبكة وخلنا نسمع الضحكة تابع معنا الحبكة جيناكم بقور صحاب شوف واستمتع معنا المتع بنخليك تضحك والحزن تودع بسلوب راقي عندنا حتلاقي الابداع والابداع بإخرجنا باقي ولا تتفاجئ ولا تحتار هيا كزة النار هيا يلا نكزة النار وين نجلس؟ طاولة دي بحاجة يلا ما شاء الله تفضلي تفضلي بس ده كرسي واحد يبونا كرسي مالك سريحي انتي اهلا وسهلا نورت المحل تفضلوا هذا المانيو تطلبون دحين ولا شوي؟ لا شوية وارجعي لسه ما قررنا ايش نطلب صحيح؟ اوكي براحتكم كنش قلبه وجهش وليه كله ذا؟ ما شفت شي؟ قاعدة تنسمنك من قبل تقول لي قلبه وجهش من هي؟ من هي؟ ما شفتها؟ ذا من صميم عملها لا من صميم عملها من قال لك انه من صميم عملها جابت لك كرسي وابتسامات وحركات وتقول لي من صميم عملها من صميم عملك انت شغلك انت تقوم تجيب لك كرسي ما هي تجيب لك كرسي حاضر والله المره الجايه بجيب لنفسي كرسي لا تزعلين انت بس انبسطي يا شيخه هاتي لنا دحين وابغيتينا نطلب حاصل ما طشني نفسي انسدت دحين ده كله عشان جابت لي كرسي تدرين بصرش نبى اشرب لحالي لو ما بتشرب لحالك ليه ما تشرب لحالك اصلي نيقدني حاسه نيقدني حاسه انك ما بغيتني اصلا ني معك ني عارفه ما بغيتني نجي معك بطيه لوحدك مشان بغيت تستمتع انت وياها صح استمتع انا وياها هل لي يا حرمه والله العظيم اول مره نجي المحل ذا اول مره اشوف الحرمه دي وعلوا الحرمة دي تبتسم لك علوا نغنيها في مسمعش دي واجب عليهم يبتسمون للزباين لازم واجب عليهم تبتسمون انت الوحيد اللي في المكان ده كله اللي ابتسامها لك انت بس قال الزباين قال كلهم لا حد من الزباين طول تبتسم له الا انت يا بنتي ما ابتسمت دحين جات ما رضتش قلت ليش قمي شربي قلتي ما بغيت شي انا كيف بغيتين راضي شي كيف بغيتين اللقي دحين انا البنية ما ابتسمت لي ولا شيء طيب وانت ليه بغيت تشرب لحالك؟ انت قلتي ما بغيت شيء الا بغيت طيب يا زوجتي الحبيبة ذي المنيو شوفي وابغيتي تدللي امري اطلبي اللي بغيتيه بغيت لاتيه وانت؟ كماش لاتيه خلاص بغينا اثنين لاتيه وا تشرب لمن؟ صاحب الكافيه مشان يجي ياخذ الطلب تأشر انت تأشر لصاحب المحل وط يدك نيلي بأشر لصاحب المحل مشان تيهي تتقمع لعندك تعالي
تفضلي. لو سمحتي اثنين لاتيه. برع السكر؟ ايوه برع السكر. طيب جربتوا الكريب حقنا؟ طعمه يجنن، لا يفوتكم. قلنا اثنين لاتيه وبس، كلام زايد لا. لا كريب ولا مخمل ولا كرامبلين. خلاص روحي اثنين لاتيه. زي ما تحبوا. الراحة على البنية. بعدين اسلوبك لازم يكون شوي راقي مع العاملين. يا حنين يا حنين، وراقي وانت خايف على مشاعرها؟ خايف لا تنجرح ولا وابغت نرفع صوتي بنزعق. وطي صوتك. ما بوطي صوتي. وانت ما تلاقي تبتسم لك لواهي. انا ما انا خايف على مشاعرها ولا شيء. ني زويتك سنه كامله وني معك، ما بدي يوم سمعتني كلمه حلوه. ما بدي. يا مفتريه سنة، أنا من يوم ما دخلنا من الباب ذي لما وصلنا هنا بقى قلت لي 77 كلمة زينة. صراحة أنت تغيرت. تغيرت يا بنت الحلال. خرجنا عشان ننبسط، عشان نعيش أيام جميلة كذا زي حق أول. لا تخربين علينا، خلنا احنا ننبسط. طيب هيا سمعني كلمة حلوة. أبشري أبشري يا زوجتي الحبيبة. يا أخي أنت مركب جراحي، انت شط وفضاء، انت من غير ابالغ دنيتي وعالمي. انت بس خلاص. بس هي تبتسم لك لواه. وام الهرمونات هذه. انا هنا نتكلم ولا حد مركز معي ولا حد معبر ابو ام السلتوم. خلاص خلاص اهدأ اهدأ. بهدأ بس انت بطلي الدراما حقك ذي وخلينا يا شيخه ننبسط. اسالك بالله خلينا ننبسط. خلاص بننبسط. تفضلوا خدمات ثانية لكم. شكرا. عفوا. تفضل يا زوجتي الحبيبة. عن احنا في الموال هودي عاد هي تبتسم، يعني ما بغت تفك لك طول. قول ليش ما تبتسم؟ دي واجبها. كم مرة لازم نغنيها ليش؟ ده لازم تقوله وتعمله للزباين كلهم. لا ما هو واجبها اصلا، ده بغت بتخطفك مني. تخطفنا؟ كيف تعين الوجه ده؟ ده الوجه حق واحد يخطفه. صوتك يعني واه. بغيت بتقول انه اختياري نيعت فيك، يعني معروفة نختار سواء. لا حول ولا قوة الا بالله. سمعي لو المكان ده ما عجبش قومي بنخرج عادي. تري والله عادي بنخرج. المكان ما سيب المكان، المكان اللي زين. طالما انه زين خلينا نستمتع. شوفي لو قولي ورده ولا قولي هنا ربح مدري ولا قولي، خلينا نستمتع. ولك ربح حركات كلك. بس معلش فايد الكلام ثاني مره لا تجيبني هدي. طيب سامعني، اتفقنا ان ننبسط ولا ما اتفقنا؟ خلاص ما ننبسط. يا سلام عليك. خلينا نشوف الابتسامه. خلاص قلنا بننبسط. طيب انا بروح دورة المياه دقايق وبرجع. دحين عرفتني. دي كل هالحركات واللفات والابتسامات من شان دورة المياه، من شان بغيت بتقابلها في دورة المياه. كان قلت لي من زمان الكلام مو ده. جيتني لوعدك بقابلها في دورة المياه. انت ما انت رياضة وانا تعبت. نبرر نشرح نحاول نراضيش، بولع في اصابعي كما الشمع من شانش، لكن ماشي فايده. تدرين انا بروح دوره المياه وانتي بصرش. أكثر من نص ساعة. نص ساعة وخمس دقائق عادة. إيش ده؟ مش عارفة. زوجك جاء سألي. اسمعني، شوفني سكت لك وايد من البنية دي. آخرتها عاد هجيب كيكة وشمعة وحركات عاد فوقه، وبعدين انطق تكلم تكلم. والله الكيكة دي اللي هي هنا قدام الخالق ديله كلهم بفحصها في راسك وبفحصها في وياك، وهي بيبها من شعنونها وبفحصها تحتي. شوفني
الله يصلحك يا هديش. تدرين اليوم انه عيد زواجنا؟ اليوم مر السنة كاملة على زواجنا، وانا خرجتك وجلستك الجلسة هذه، حبيت نفاجئك ونحتفل انا وياك، وجبنا التورتة هذه. عيد زواج سعيد. هديش معانا؟ جينا لكم عاني بفكار ومعاني، ندخل بها ثاني من دون أي أسرار، وبين القصص بنعيش عقال ودراويش، ما يهمنا التشويش، بنسق قلب الأفكار للي عارف لي صار، معاكم دور اصحاب، للي عارف لي صار، معاكم دور اصحاب. تعال نعكس دي الصورة، نلعب ونجيبها فورة، ونخلي الضحكة محفورة، هذا شوية فن واستوى، سيب الجوال والشبكة وخلنا نسمع الضحكة، تابع معنا الحبكة، جيناكم بقور اصحاب، شوفوا استمتع معنا المتع، بنخليك تضحك والحزن تودع، بأسلوب راقي عندنا حتلاقي الابداع، والابداع باخرجنا باقي، ولا تتفاجئ ولا تحتار، هيا كزت النار، يلا نكزت النار.